شكرا لك سيل، شكرا لكم جميعا السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، شكرا لكم. والآن علينا أن نختتم القمة. نعم، كانت النقاشات ثرية للغاية ومهمة للغاية، ونريد أن نعمل على الكثير من الإجراءات لكي نحددها ونبدأ في العمل عليها. أنا أصبحت أكبر سنا الآن في هذا العمل، وأعرف أننا علينا أن ننفذ ما تحدثنا عنه. وأعتقد أن مسألة الكفاءة والفاعلية مهمة للغاية، لأنها تظهر في قدراتنا على دعم المجتمعات ومواجهة وتنفيذ أحلام وطموحات المجتمعات، لأننا لا نستطيع أن نتوقف عن فعل شيء، وعلينا أن ننفذ كل شيء بسرعة. لذا ما سوف أحاول أن نتحدث عنه الآن هو بعض الإجراءات التي أجمعتم عليها فيما يتعلق بهذا الكوكب. هذا ما تحدثنا عنه أولا. أعتقد أننا كلنا نتفق كما سمعنا على مجموعة من النقاط، لأنني كنت أدون ملاحظات هنا. أعتقد أننا كلنا اتفقنا على أن الهدف هو عالم بلا فقر، ولقد ناقشنا هذا والإجراءات التي يمكن أن نحققها. لذا دعونا نتخلص من الفقر وفي نفس الوقت نحافظ على كوكبنا. نحن نريد عالم أفضل قادر على التعامل مع الأزمات وتغير المناخ والصراعات. إذن هذا هو الإجماع الآن، وهذه هي الأهداف، وعلينا أن نضع استراتيجية لذلك. علينا أن نستفيد من كل التمويل المتوفر والموارد الدولية والبنوك متعددة الأطراف، بالإضافة إلى التمويل من القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف. وأعتقد أن هذا هو دورنا، أن نعمل معا. هناك مخاطر من تقسيم المؤسسات، ونريد أن نتجنب هذا. أعتقد أن نيجيريا في الاجتماع قد تحدثت عن هذا. لذا لكي نتجنب الانقسام، علينا أن نجري إصلاحات لمؤسسات التمويل الدولية لكي تحقق مساواة أفضل وتتمكن من تلبية الاحتياجات. هناك إجماع كامل أننا في حاجة للبدء في العمل على هذا فورا. وبعد ذلك أعتقد أن هناك أربعة مجالات قمنا بتحديدها للعمل. أولا، ليس على الدول أن تختار بين مكافحة الفقر وحماية الكوكب. المجال الثاني هو استراتيجيات التحول في الطاقة، وأن كل دولة يمكن أن تتبع المسار المناسب لها وأن تقوم بحماية الطاقة لديها واستخدام أساليب مختلفة لكي تحافظ على تغير المناخ. ثالثا، علينا أن نواجه الصدمات من خلال توفير المزيد من التمويل، فيجب أن نضخ رأس مال من القطاع الخاص خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية. علينا أن نقلل من غياب تكافؤ الفرص. وبشكل عام ما نحتاجه هو مساهمات مالية كبيرة، وهناك حلول قصيرة المدى قد قمنا بتحديدها بالفعل، بالإضافة إلى ما سمعناه من السنغال وزامبيا. ونحن لقد حققنا 100 مليار دولار كهدف من حق السحب الخاص، وعلينا أن نرى كيف يمكن أن نطبق هذا الآن من خلال التزام رسمي، بحيث يكون لدينا 100 مليار دولار أو ما يوازيها من الموازنة لمساعدة الدول الأكثر هشاشة خاصة في أفريقيا. نحن لدينا 61 مليار متوفرة الآن، وسوف ننتقل خلال 3 أشهر القادمة لتوفير الباقي من الأموال.
وتم التفاوض بشأن مجموعة من المشروعات أثناء هذه القمة، وهناك مجموعة من المشروعات الأخرى التي سوف نناقشها في الأسابيع القادمة. هذه هي المهمة التي سوف نعمل عليها كي نتأكد من تخصيص الأموال كذلك لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهذا سوف يغير حياة الناس. هناك تقدم على الرغم من أن هذا غير كافي. نحن اقتربنا من 100 مليار كما ذكرنا، وهناك بطء كبير. لذا نحن في حاجة إلى مزيد من التعاون، المزيد من الإجراءات لحشد 100 مليار دولار، لأن وصلنا إليه حتى الآن غير مرضي، ونحن نحتاج إلى تقرير آخر لكي نقدمه في كوب 28 الذي سوف يعقد في نهاية هذا العام. ونحن يجب علينا أن يكون لدينا تمويل خاص موازي كذلك، ونحن نتوقع 100 مليار تمويل خاص في كل عام في الدول الناشئة والنامية، وهذا أمر يجب أن نعمل عليه. هناك مجال رابع، وهو أننا نتوقع زيادة بمقدار 200 مليار دولار قدرة للإقراض للبنوك التنمية متعددة الأطراف. وهناك كثير من العمل الذي نقوم به بالفعل مع العمل مع تلك المؤسسات فيما يتعلق بالميزانيات العمومية وقوائم المالية، وأعتقد أننا عندئذ سوف نستطيع أن نقرض المزيد، وهذا يعني أننا سوف نطلق تدريب للرصد والمتابعة. وكما ذكر وزير خارجية جنوب أفريقيا، فإننا نستطيع أن ننفذ الكثير من الإجراءات كإجراءات المتابعة. الهدف الخامس قصير المدى هو تسريع عملية إعادة هيكلة الديون. كما ذكر رئيس زامبيا، وأريد أن أشكرك لإثارة هذه النقطة، نحن سوف نسرع من عملية إعادة هيكلة الديون للدول، ونحن يجب أن نقدم دعم متبادل. لذا سوف يكون لدينا أدوات خاصة بما في ذلك اتفاق لتمويل مشروعات المناخ، ونتأكد من أننا سوف نحصل على تمويل من البنوك المختلفة. وبالطبع ندعو لإجراءين: التنسيق من خلال نادي تغير المناخ الذي تحدث عنه المستشار شولز للتعاون بين الدول فيما يتعلق بتمويل المناخ. وبالأمس بدأنا الحوارات مع كل بنوك التنمية لكي نرى كيف نفعل هذا. وأخيرا سوف نتعاون مع رؤساء مجموعة الدول 20 وكذلك مع البنك الدولي. وهناك أفكار جديدة كذلك مرتبطة بالنظام الضريبي العالمي لكي نفي بالتزاماتنا في هذا الإطار ولكي نكافح الفقر. لذا نحن سوف نحاول تحسين الإقراض للدول بمزايا تفضيل، ونحن كذلك سوف نتعاون مع البنك الدولي كي نأخذ في الاعتبار اتفاق تغير المناخ وتمويل المشروعات المرتبطة به. ونحن سوف نعقد عدة اجتماعات. Facility for forests will be set up so as to pave the ecosystem. وسوف يتم تطوير نظام
so that we can help the countries concerned. What that means is a nature fund, which is to be هناك صندوق لتمويل مشروعات تغير المناخ، وسوف نتوجه إلى الدول المختلفة مثل الجابون، تونس، البرازيل، كمبوديا لكي نعمل معهم على حماية التنوع الحيوي لديهم والموارد الطبيعية من خلال هذا الصندوق. والنقطة السادسة هي أننا سوف نطور آلية عمل لنستفيد أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام التي يتم استخراجها من الدول، حيث يكون لدينا سلسلة قيمة لتلك المواد التي يتم استخراجها، بحيث نزيد من القيمة المضافة لهذه المواد ونخلق فرص عمل في الدول. ونحن ملتزمون بالاستمرار في العمل الذي نقوم به في مجال الغذاء والصحة لتعزيز سيادة الدول. وفي مارس من عام 2020 أنشأنا مبادرة مع تيدروس رئيس منظمة الصحة العالمية ومع آخرين كذلك لتطوير موارد يمكن أن نستخدمها في القارة الإفريقية للمساعدة في مجال الصحة. وفي كينيا عملنا على إنتاج اللقاحات وبناء القدرات على إنتاج اللقاحات، ونحن في حاجة لكي نفعل المزيد في هذا المجال، ونريد أن نزيد من إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية ونفعل نفس الشيء بالنسبة للسماد. كنا في حاجة إلى بنية تحتية في تلك الدول بحيث تبني سلاسل قيمة فيها. وكما طلب من قبل الرئيس أكافيرا، سوف يكون لدينا نظام للرصد في كل المناطق وكل المجالات بحيث نغطي كل الالتزامات. ما ذكرته اليوم سوف يتم تداوله بينكم جميعا، ومن يرغب في التوقيع على هذه المقترحات نرحب بهذا. وإذا أردت إضافة شيء يمكن أن تقدم لنا مقترحا بأي إضافة، ولكن نحن في حاجة إلى التوصل إلى إجماع فيما بيننا. وأعتقد أننا في حاجة إلى تقرير كل 6 أشهر أخذين في الاعتبار الرأي العام لكي نعرف التقدم الذي تحقق. ونحن سيكون لدينا آلية رصد متابعة جيدة عندما يكون لدينا هذا التقرير الذي يقدم كل 6 أشهر. وبالنسبة للرئيس لولا، لقد تحدث عن المشروعات الخاصة بمنطقة الأمازون. أعتقد أننا يمكننا أن نناقش هذه المسألة، وكذلك سوف يكون لدينا COP28 الذي يمكن أن نناقش فيه مثل هذه المشروعات. وبعد عامين ربما نعقد اجتماعا لنراجع كل ما قمنا بتحقيقه. والرئيس لولا، أنا أعرف أنك نشط للغاية، وعلينا أن نبني على ما قمنا بتحقيقه وأن نرى لماذا لم نحقق بعض الأشياء. يجب أن نتمتع بالعملية بحيث نكون جميعا مسؤولين عن تنفيذ ما تحدثنا عنه. أتمنى أن أكون قد ذكرت بالفعل كل النقاط التي ذكرها كل الزملاء بما في ذلك مقترحات الرئيس السيسي، وأتمنى أنكم كلكم تقوموا بالتوقيع على ما قرأته أمامكم الآن. أنا دونت الملاحظات وقرأتها عليكم الآن، ويمكن أن نقوم بالتوقيع عليها. وبناء على هذا الإجماع نستطيع عندئذ أن نبدأ في التعاون ونساعد الدول في التحسن ونستفيد من قدرتنا على تغيير حياة الناس. شكرا لكم جميعا، ودعونا نبدأ العمل. شكرا لكم.